فتاة تملك مهارات عالية وخبرة واسعة في مجال الرياضة والرقص الإيقاعي. مها جلال هي واحدة ممن تولعن بهذه الرياضة. حركات رقص سلسة وممتعة تجعلها تشعر بحالة مزاجية رائعة نتيجة إفراز هرمون السعادة أثناء أدائها، وتمتعها بلياقة بدنية عالية مما دفعها إلى العمل كمدربة في هذا المجال. تهافت الفتيات هنا من كافة الأعمار لممارسة البرنامج الرياضي الراقص هذا، والذي يحتوي على رقصات لاتينية كالسامبا والسالسا تمارس بسهولة ومرح كمتنفس للخروج من مشكلات الحياة. يا مصباح، الأخبار الآن؟ جدة.